السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. مهم اليوم غدا نحضر معكم واحد الوصفه اللي كتجي رائعه وكتجي مختلفه. كما كتشوفوا هنايا عندي الفول، عندي تقريبا واحد نص كيلو. انا ما غنديرش هذه البصاره، الناس اغلبيه كيديروا بصاره، لا انا نطيبو مع نحتاج له البصله، جوج مطيشات، هنا عندي القزبر ومعدنوس، جوج دروس ديال الثومه والحار، تقريبا نص كيلو ديال الفول. ها هو غسلته على هذا الشكل، لقيتو هذاك الصين غيكون احسن. هنايا عندي غادي نديرو غير في الكاميلو، نخليه يطيب بشويه بشويه بلا ما نديرو في كوكوط. المهم غندوز نقطع هذا الشيء وغنرجع معكم ان شاء الله للتوابل. البنات بعد ما قطعت العناصر كلها مع بعض، درت كل شيء هنايا كما شفتو، الثومه مطيشه، البصله، الربيع، فلفلة حارة، كلشي هكا. درت معاهم شوية زيت، الزيت المائي تاع الزيت العادي. هذا غادي نضيف ضروري نزيد الزيتون، هاد الأكلة ديال الفول كتجي رائعة. بالنسبة لبنات التوابل أشني عندنا؟ عندنا الملحة، سكينجبير، السودانية ضرورية تكون هاديك الناشفة ماشي المزيتة، فلفل أسود لبزار، كامون، كركم، وفلفل أحمر. هادو هما التوابل غادي نضيفهم، صافي. غنضيف الفول ونسد عليه، نزيد معاه شويه الماء ونخليه يطيب. صافي هنا غادي نضيف غير شويه الماء ونسد عليه ونخليه. البنات هنا جيت غادي نقطع البقوله، قلت علاش لا نشاركها معكم. نقطع البقوله ونديرها تسلق، نوجدها ونديرها في الثلاجه، كتبقى زوينه فين ما نبغي. مثلا ناكل شويه كنجبدها، ولا كتقدم بحال لونطري مع الماكله. المهم غادي نقطعها ونحضر معكم بالطريقه ديالي. شوفوا البقوله كيفاش كنديرها انا. شوفوا محبوباتي، بعد ما درت هذيك البقوله تسلق، انا كنفضل البنات انها تسلق على تبخر، حيت لا تبخرت وكانت فيها شي حاجه لاصقه فيها، في هذوك الورقات او السيقان، كتبخر وتبقى فيها. ملي كتسلق كطيب لينا مزيان، وايم طوم كتنقى كتغسل. هنايا البنات بالنسبه للشرموله اللي غادي نحضر ديال البقوله، عندي الزيتون الاحمر حيت له العظم اللي غنقطعو مغصوات صغيورين، وعندي شويه القزبر ومعدنوس، عندي الثومه، وعندي الحامض، عندي هاد الفلفله حاره. نقطع هادشي نحطرو نديرو في هذيك المقله فين غادي نشحر البقوله. وبالنسبه هاد الحامض البنات راني غنضيف منه شويه هنا الفول، ملي غنبغي نضيف زيت الزيتون. هانتوما البنات الفول كيشهي، شفتو راه دخلو طياب، راه دغيا كيطيب بهاد الطريقه، ما يحتاجش كوكوط باش ما يجيناش انه بحال الشكل ديال البصاره، يجي كامل كامل يولي هاري. مهم غزالاتي كما شفتوها نتوما، ها هي بعد ما تسلقات صافي صفيتها تنشف من الماء. هذه هي الشرموله اللي قلت لكم حضرت، قطعت الحامض طريفات صغار، هذيك الثومه حتى هي رققتها مزيان باش دغيا طيب، قزبر ومعدنوس حتى هو رققته، الزيتون، هذيك فلفله كتبقى اختياريه. انا يا راني عندي واحد العلاقه مع الحار، نموت على شي حاجه سميتها الحار. وزيت الزيتون راني درتو هنا، راني كثرت ضروري من زيت الزيتون، وحتى غطيب ليا في هاد لاصوص، وغادي نزيدها زيت الزيتون من الفوق والحامض معصر.
بالنسبه للتوابل البنات كما شفتوا الكمون، فلفل احمر، الابزار، شويه ديال سكينجبير او لا تفادوه، والملحه، وهذه السودانيه. غادي نخلط هذا الشيء كامل وغنديرها رده فوق البوطه، نخليها طيب، نقص عليها ونخليها طيب اللي فيها التوابل. المهم حبوباتي هانتوما صافي، هذا الفول كما شفتوا ها هو ولا جاهز. راني زدت فيه دابا شويه، بغيت شويه لاصوص، لاصوص ديالو كيجي خاطر. صافي راه طاب على هذا الشكل. جربوا هالطريقه وردوا عليا. ولا البنات هانتوما بعد ما صافي طابت على هذا الشكل، دابا غادي نضيف لها زيت الزيتون ضروري، حتى كطيب وكتضيفوا لها زيت الزيتون، نعصر عليها الحامض شكل. وغادي نعصر هاد نص حامض اللي عندي، غنخلطهم مزيان قبل ما نقدمها. حبوباتي هذه هي البقوله على هذا الشكل، بعد ما صافي حركت معها، خلطت مع داك الحامض وزدت شويه الكمون. هنايا سمحوا لي الصداع، كاين اللي تخافوا الصداع. هنا عندي الزيتون اللي خليته هكا وطريفه الحامض، هي باش غادي نزين. طريقه تزيين نتوما اختيار، بغيتو ديروا والو راه ما ديروا حتى، ما تحتاجوا ديروا حتى شي حاجه. انا غادي ندير شويه الزيتون، اصلا الشيط عندي. وهنا غادي ندير هذاك المرصوات ديال الحامض على هذا الشكل، غنوزعهم في شكل ديال وريضه هكا صافي. المهم هذه هي النتيجه ديال البقوله البنات، نتمنى من الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. وغادي نودعكم هنا صافي، انا شاركت معكم الاطباق بجوجهم. هذه البقوله لا عجبتكم خليوا لي تعليق وجربوها وردوا عليا، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم واللايكات، واللي باقي ما تابوناش يتابونا. وهذا هو الفول، ها هو على هذا الشكل، هو كيشهي. هذا بالنسبه لدابا البرد راه زوين وصحي، يعني انسان يغير واحد شويه. صافي بقى لي نقول لكم السلام عليكم، يلا باي باي، نتلاقاو فيديو اخر مع وصفه اخرى جديده. بسلامه.